كمل انا 40 الله يا رب تعاونا. انا بعيد عود وانا ساكن فيها ساكن بدمها ودمرت 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 في ساكن؟ في دمها ودمرت ودمرت تكا 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 انا اخرج انا اخرج انا اخرج ما تخرجش دابا تنبغي انا ملي بغيك انا تخرج غتخرج طبعا هذا باذن الله شحال عام وانت فيها؟ انا في 40 40 عام 40 40 40 عام 40 عام ما جوزت فيها وديت معاها ورزق لي فيها كل انا 40 عام 40 عام 40 عام ساكن انا 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 بلاصه انا بلاصه هنايا هنا 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 ضو ابو حرب هنا 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 انا ساكن لها في كرشها وفي كل شيء في كل شيء انا تزوجت خليتها بلا زوج اخ والو والو ما جوزتها دمرت 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 خليتها بلا زوج والو 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 على الزريه ضرب سميت كيتها حمو 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 كيف عمرك حمو؟ انا بحفر 100 عام 100 عام 100 عام شحال عندك؟ 100 عام 100 عام فرز فرز الكلام ديالك 100 100 100 100 100 عام 100 في حدي 100 انا باقي صغير 100 100 100 100 100 باقي صغير 100 عام 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 فاش مرات شايف الجسم ديالها؟ 100 100 مرات شفتها كلها حالاش كتب كلها ودير لها كل شيء خايب كل شيء صاحب اللي بغيها انا ندير لها ندير لها وجهها خايب وجهها خايب صاحب ما كيبغيها واحد ما كيبغيها صاحب ما كيبغيها مخيب لها وجهها مخيب لها وجهها كمل لها وجهها مخيب لها وجهها 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 كمل لي انا 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 نعاود انا نعاود انا نعاود انا نعاود عاودي عاودي يا زيد قول لي هبطي يدك عاودي ما بقاش تحرك بيدك بزاف ما بقاش حرك يدك بزاف انا دير يدك وراك يلا هضر شحال سنة؟ سكت في 40 شنو مرت فيها؟ سكت في 40 عام 40 عام 40 40 40 40 قولي 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 انتم مجنون سنطيع قولي انتم مجنون كيفاش كتدخلوا بنادم اعطيني الطريقة انا دخلت على طريق الدم طريق الدم طريق الدم كيفاش الدم؟ جفات الدم ضرب اخوها وجفات الدم وانا كنجاف سيفت خوها وخوها ما كيحملهاش وما كيبغيهاش وما كيحملهاش فاش عاودي من الاول الدم منين جا؟ الدم جا من خوها وهي وهي جفات خوها طاح لي الدم منين؟ هو ضرب يده وهي جفات هي جفات هي جفات وانتم ما بغيتوش وحنا طلعنا خلينا نسول خلينا نسول انا خلينا نسول انتما دابا ما بغيتي ما انت انت ما بغيتيهاش تمسح داك الدم عجبك انا هي مسحاته انا دخلت انا دخلت وسكت ليها سكت ليها علاش 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 انت علاش انت سنطيا علاش انت ما بغيتيهاش تمسح الدم هي مسحاته هي مسحاته علاش شنو السبب هي مسحاته مسحاته هي مسحاته هي مسحاته انا ضربتها هي مسحاته انا شنو السبب اللي خلاك تضربها كنت انت باغي داك الدم انا كنت باغي الدم انا كنت باغي الدم كنت باغي الدم انت فين كنتي ديك الساعه كنتي في الدار عندهم في الدار عندهم كنت في الدار شنو كنتي كدير في الدار كنت في الدار عندهم كنت في الدار شنو كنتي كدير في الدار انا نزلت مع المغرب انا طحت مع المغرب طحت مع المغرب وهي شفات الدم وهي شفات الدم قال النبي قال النبي قال قال النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام وصانا باش نقفلوا الابواب ديالنا والاشتراجم ديال الابواب والاشتراجم ديال الديور وندخلوا الاطفال الصغار من الزنقه يعني مع المغرب كطيح الشياطين كتنزل الشياطين ها هو كي دابا حنا سكتنا دابا حنا كنستافدوا من هذا حنا كنستافدوا من هذا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا في الحياه ديالنا وباش نثبتوا ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام صحيح اسمع شنو قال معاش كتنزلوا نتوما سمعنا حنا مع المغرب كتنزلوا مع المغرب قرب المغرب وحنا نزل نزلت قدام كنت باغي انا وهي مسحاته وانا ضربتها انت نزلتي للدار انا في الدار كنت نازل في الدار كنت نزلت ونزلت بلا ربع شحال من عام وانت في الدار انا انا كنت ساكن ديما كنت ساكن ديما انت ديما عندهم في الدار ديما عندهم كنزل وكنمشي كنزل ونمشي شنو الدين ديالك انت مسلم ولا يهودي شنو انت انا خايف انا خايف انا خايف اشنو انا خايف انا خايف اشنو انا خايف انا خايف الدار ديال هاد المرة ما تخدموش القران في الدار ها ما تخدموش القران في الدار هي انت طيبه ما تخدموش القران في الدار قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن في بيوتكم حتى يكون من نصيبها سكان مسلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن في اقرأ سكتنا اقرأوا القرآن في بيوتكم حتى يكون من نصيبها سكان مسلمون ها السكان هذا السكان كافرون كانوا في واحد البيت لما كيتطلقش فيه القرآن
بيت فيه صداع فيه مضاربه لخوها ضرب ايديه داز الدم داك الجني بغى داك الدم خشو مسحاتو انا ملي كتبدا الدم كيجعل الدم شي الحب ديالو الحب ديالو والعشق ديالو للدم انه الدم انه الدم كيموت على الدم عطيك الدم جيبك الدم جاوبني عطيني جواب جاوبني والدم والدم اش كدير بالدم الدم كنشربو ملي كتنزلو ملي كتكونو ملي كتنزلو كنشربو ملي كتنزلو كل مرة فين كنزلو لا قلتي لي انا كنزل نتوما ملي كتنزلو فين كتكونو حنا كنكونو في الكرنة في الكرنة؟ اه كنكونو في الكرنة فين الكرنة؟ البلاصة كنروحو فيها البهايم ها كتباتو تما من بعد كترجعو للديور ديال الناس من بعد كنزلو ها زيد كتبقاو تفرجو في عباد الله في ديورهم ياك كنديرو الكرة كديروا الكره كنديروا الكره ولكن الكره كديروا غير في البويت اللي ما كتتكاش فيها الله كاين ولا لا ها قول لي تقدر تدخل شي دار تقدر تدخل شي دار كتذكر فيها الله عز وجل ودير فيها الكره كتحبسوا في العتمه ما يمكنش لك كتحبسوا في حياتك وكتعلقوا كيفاش كتعلقوا من كفانا شكون اللي كيعلق من كفانا كنا من كفانا ملائكه ان لله ملائكه سياره اسمع ان لله ملائكه سياره يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا حاجتهم قالوا هلموا الى حاجتكم الله عز وجل دير ملائكة سيارة يسيرون في الدنيا يلتمسون اسكت يلتمسون اهل الذكر وهذا الجني تقول انه ملي كيبغي يدخل شي دار ما كيتذكر فيها الله فهذيك الدار كيتحبسوا عند العتبة او كيتعلقوا كيفاش كتحبسوا عند فين كيتعلقوا من الكفا كتعلقوا من الكفا علاش كتعلقوا هذيك الدار كتذكر فيها الله قال النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب من فوقه خيمة من النور يهتدي بها الملائكة اسمع اسمع اللي عنده جار راقي لأي واحد عنده جاره تحت منه ساكن تحت منه راقي خصو يقول الحمد لله أي واحد حداهم راقي خصو يقول الحمد لله أن الله عز وجل قال القرآن البيت الذي يقرأ فيه القرآن سكتنا البيت الذي يقرأ فيه القرآن أو سورة البقرة تنصب من فوقها خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الله عز وجل يحفظ 3-7 جار قلت لي البيت اللي كتدخل ليه حتى أنا كل كلام تقوله هذا الجني كل كلام تقول هذا الجني أنا كنترجمه بالاحاديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام ما كنجيب الدليل من كلام النبي وما كنجيبش من عندي انا قال بلي البيت اللي فيه كيتذكر فيه الله سبحانه وتعالى كيدخل ليه هو كيتعلق او كيتحبس يعني هذا دليل على ان النبي قال عليه افضل الصلاه والسلام قال القران اللي كيتقرا في الدار يوميا ديك الدار كتنصب فوق منها خيمه من نور كيهتدي بها الملائكه متفقين كمل ملي كتلقاو شي دار مرونه ما فيهاش ذكر الله اش كديروا كنرونوا فيدني وفيد الناس كنرونوا وكنطلعوا في الصغيره وفي الكبير كنرونوا كنرونوا حنا مثل النار حنا من تلالنا النار انت بحال النار بحال النار قول لي شي دار رونتوها شي مره شي دار رونتوها اي دار ما فيهاش ذكر الله كنرونوا لا عاود لي شي نهار رونتي شي دار كرونو عاود ليش نهار رونت دار عمر وانت رونت فتنة فتنتهم عذبتهم انت بغيت كلشي بارطاجي هذا الفيديو عافاكم ما عمرني في حياتي ما قلت شي واحد بارطاجي ولكن بهذا الفيديو بغيت كلشي بارطاجي لانه مفيد رونتهم بدلت لهم فتة في الصغير بحالاش فتنة قولي بحالاش ما خدموش والو عندهم الغوت عندهم الصداع عندهم الفتن عندهم الفتن عندهم الفتن دابا اسكت اسكت لا اسكت كيجي عندي شي واحد تيقول لي خويا انا الخدمه معكسه عليا تندير له رقي ما تلقى فيه والو تنقول له جيب مرتك ولا اختك ولا باك يعني ممكن يكون جن واحد في عائله هذه معلومه اخرى بغيت نعطيها لكم ممكن يكون جن واحد في عائله كامله في غير جن واحد ويقدروا الاخ والاخت والاب والام تعطل لهم العمل ديالهم تعكسوا لهم بزاف الحوايج كيما كيشكيش هذا الجني هذا الجني قال انه هو عكس كلشي الخدمه يعني هما ما فهمش المس هما الناس ما فهمش الجن ولكن هو عكس لهم الخدمه صح اش درتي رونتهم كلهم رونتهم اه كرون رونتهم
كلشي كتعطل عليهم العمال كتعطل لهم كلشي كلشي غوت كلشي غوت زيد رزق محدود رزق محدود محدود زيد رزق محدود حتى رزق تحكموا فيه ما شاء الله كمل روانتو هما خايبين هما خايبين هما خايبين هما خايبين كمل كيدكروش الله كيدكروش الله كيدكروش الله خايبين 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 وفي العيد الكبير اش كدير لها في العيد الكبير كنغمض لها عينيها كنخليها تشوف الدم علاش كنخليها تشوف الدم كنبغي انا نمشي للدم كنخليها تشوف الدم كتغمض لها عينيها كنغمض لها عينيها كنخليها تشوف الدم حيت انا باغي الدم حيت باغي الدم سيان تبارك خدينا من الإفادة كبار كثيرة تبارك إن شاء الله زيد شنو اللون ديالك؟ أنا يا لوني سمر أنت سمير حدود مخليها تلبس الكحل سمر ودابا شوف التوكل تخرج التوكل الله وتخرج إن شاء الله متفقين؟ خرج عرفتي إلا بقيت شنو ندير لك؟ خرج عارف أش غادي من جيتي؟ خرج عارف أش غادي من جيتي؟ خرج عارف عاد من جيتي؟ عارف عاد من؟ عارف السيد طيب الراقي شكون؟ السيد طيب طيب باش عرفتي طيب طيب انا خايب ما كنسواش لا وما مزيانش طيب طيب روانتا قولي روانتا سنتي انا خايب باش عرفتي طيب انت انسان طيب انا ما مزيانش لا طيب يلا شوف سنتي توكل على الله تفرق مع السيد خرج يلا سيرج تلقى راسك خرج يلا خرج من رجلها شهدوا لا اله الا الله زيد شهدوا ان محمد رسول الله زيد ما شاء الله شهدوا لا اله الا الله يلا من رجلها تفضل شهدوا ان محمد رسول الله زيد شهدوا لا اله الا الله زيد شهدوا ان محمد رسول الله زيد شهدوا لا اله الا الله زيد شهدوا ان محمد رسول الله حيا الصلاه حي فلاح الله اكبر الله اكبر السلام عليكم 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 اسمح لي حيت غوت اسمح لي اسمح لي اسمح لي السلام عليكم شريفة لا معايا شنو معايا اختي فين كنت فين مشيت كيفاش انا فين كنت راه كنت في الدار كنتي مغيبة ولا شنو جابوك مغيبة خير ان شاء الله تكاي 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 عندك مسكولي كنتي غير ما حسيتي والو كنتي مغيبه كنت لي في الدار انا كنت في دارنا فيك تي كنت في دارنا بسم الله لك بسم الله سبحان الله دابا كنت في الدار اللي جي اللي فيك جابك عندي كنت في الدار خير ان شاء الله خير مبروك عليك مبروك عليك اختي ماشي مشكل خير ماشي مشكل شويه حسيت حاجه خرج من رجليك حسيت ترعيده ترعيده شنو مازال حسيت بتقفقف وحسيت بحال العافيه عليا هنا ما عقلتش على والو ملي شفت المركز بقيت عاقل على والو ملي طحت قبيله بقيت من دخلت دوك الناس كلهم كيبان لي الدوخه وكيجيني واحد اللون احمر في عيني وكنبقى ندوخ وكنطيح وكنقول شنو مسكينه السيده وقع لك وقع على قصه وقع على قصه وحكايه وما دار يا والو خير ان شاء الله مبروك عليك اختي الحمد لله الحمد لله ما تبكيش عافاك الحمد لله الحمد لله بزاف الله يخليك